او مجانيه العلاج، دي قرارات وامور مهمه. بس نتكلم في موضوع اجتمعت اليوم مع المراسلين التابعين لاداره الاعلام الخارجي لنتحاور في عدة نقاط تخصني أنا كإدارة الإعلام الخارجي، ونقاط تخصهم هم كمراسلين. قد يتعرضوا لبعض الإشكاليات التي تعترضهم أثناء عملهم اليومي كمراسلين لوكالات وصحف أجنبية. كان هناك العديد من النقاط التي تحدثنا فيها، وقمت بإعطائهم الدليل الصحيح لعمل إدارة الإعلام الخارجي بعد 3 أشهر من وجودي الآن بهذه الإدارة، وبعد ترتيب أوراقها وأقسامها وكل ما يتعلق بها. كان لابد من هذا اللقاء كونهم صحفيين، وأنا أحتاج إلى الصحافة الدولية، لأن عملي بالأساس ليس عمل داخليا إطلاقا، ولكن هو عمل في مجال الإعلام الدولي. بما أن ليبيا الآن تستعد إلى انتخابات مبكرة، وهذه مرحلة ما قبل الانتخابات، هناك أشياء مهمة جدا مطروحة الآن على الساحة، أهم من الملف السياسي من وجهة نظري طبعا. وجدت العديد من النقاط، كان لابد أن أتحاور معهم في هذه النقاط. أولا توحيد الخطاب الإعلامي، ثانيا أن يكونوا إعلاميين وأصدقاء للإعلام الليبي بشكل جيد، ويعملوا وفق المنظومة الإعلامية الليبية. أيضا تحدثت معهم حول الإعلام الحقوقي، أين هي حقوق ليبيا، لابد أن يركزوا على أهم النقاط التي تزيد وتثري من العملية السياسية والإرادة السياسية في ليبيا. وجهت أنظارهم إلى بعض الموضوعات الاجتماعية الجيدة التي يجب التركيز عليها أكثر من الملفات السياسية والأمور الأخرى، مثل عملية تمكين المرأة، وأيضا عملية أن يكون الدواء مباح ومتوفر للمواطن الليبي أينما وجد، ويكون بعض التسهيلات الصحية التي وجدت الآن، والقرارات المجلس الرئاسي بهذا الخصوص. العديد من النقاط صراحة، توحيد المفردات والمصطلحات الإعلامية، أن نكون جميعا في منظومة إعلامية تخدم ليبيا وتخدم الإعلام الخارجي وتخدم الملفات السياسية بشكل جيد. وجدت صراحة أن هناك اختلافات، وأن الكل يعمل وفقا لأيديولوجيات معينة. تطرقت إلى أن مسألة الأمن القومي مسألة ضرورية، وأن كل إعلامي لابد أن يراعي الأمن القومي الليبي أمام أعينه. أنا لا أختلف معهم نهائيا في مسألة حرية الصحافة، ولكن حرية الصحافة أو حرية الصحفي تنتهي عند اختراق حدود الأمن القومي الليبي، وتنتهي عند الضرر بليبيا والضرر بملفاتها القومية.